السلام عليكم. وسط أجواء ملبدة بالتوتر بين واشنطن وطهران، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيات الحوثي في اليمن منظمة إرهابية بسبب هجماتها على ناقلات النفط في البحر الأحمر، كما قال بيان وزارة. إجراء أثار الكثير من الأسئلة عن توقيت هذا الإجراء الذي يأتي قبل أيام قليلة من مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته البيت الأبيض. ويثير هذا الإجراء أيضاً السؤال عن درجة استهداف طهران بهذه الخطوة، وكذلك من المستفيد ومن الخاسر في اليمن وفي محيطه الإقليمي من تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب. مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ويقر لائحة اتهامه. الديمقراطيون أعدوا أن ترامب ارتكب خيانة لمبادئ الديمقراطية الأمريكية وعرض أمن واستقرار الولايات المتحدة للخطر، مؤكدين على ضرورة معاقبة الرئيس على ما اقترفه من تحريض لبعض المتطرفين على اقتحام مبنى الكونغرس وارتكاب أعمال عنف غوغائية فيما يمكن وصفه بأنه إرهاب محلي على حد وصفهم. تأتي هذه الإجراءات تزامناً مع مرور عام على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بغارة جوية أمريكية في بغداد، وتصعيد بين واشنطن وطهران، حيث حدد رئيس القضاء الإيراني أن ترامب وراء اغتيال سليماني وأنه سيحاكم سواء كان رئيساً للولايات المتحدة أم لا بحسب قوله. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الإدارة الأمريكية تقف مع الشعب الإيراني وتقاطع مضطهديهم وتكشف حقيقة وحشية النظام، كما نشر بومبيو صور عدد من معتقلي الرأي الذين تحتجزهم السلطات الإيرانية مطالبا إياها بالإفراج عن المحتجزين. وجاءت تصريحات وزير الخارجية هذه بعد ساعات على إعلان واشنطن حيازتها لأدلة تثبت تورط الحكومة الإيرانية بإيواء عناصر من تنظيم القاعدة وتقديم الدعم لهم. ترامب حمل إيران المسؤولية في حال حدوث هجوم يستهدف أمريكيين في العراق، وقال إن قتل أمريكي واحد سأحمل إيران المسؤولية وعليهم أن يفكروا في الأمر جيدا. فيما عد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذه التصريحات لصرف الانتباه عن الإخفاقات في الداخل. مع هذه الأجواء المحتقنة فإن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مؤسستين تابعتين للمرشد الإيراني علي خامنئي وكيانات أخرى مرتبطة بإيران. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستصنف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن على أنها جماعة إرهابية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي اليمني، وعبر سكايب أيضا الأستاذ ماجد العباسي الإعلامي الإيراني، وكلاهما طبعا كلا الضيفين سيكونان معنا من لندن. مرحبا بكما ضيفينا الكريمين. ببدأ معك أستاذ محمد، نحن الآن أمام تطور إذا صح التعبير ثلاثي الأضلاع. أيام قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة، وكذلك الحدث الثاني هو مرور عام على تصفية قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والحدث الثالث هو تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. ماذا يقرأ قراءة أولية سياسيا في اجتماع هذه الأحداث في وقت واحد وفي هذه المرحلة؟ طبعا بعد التحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين، أهلا وسهلا، والشكر للقناة الرائعة على الاستضافة. أود الإشارة إلى أنه يعني بالنسبة للتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، هذا الموضوع طرح يعني مطروح قبل سنة تقريبا على أجندة عدد من دوائر صنع القرار في واشنطن، أو الدوائر الإعلامية والدبلوماسية والسياسية وأيضا التشريعية. هناك كثير من الأصوات كانت تطالب منذ فترة طويلة بوضع الحوثيين على قائمة الإرهاب، خاصة وأنهم استهدفوا الملاحة البحرية واستهدفوا أيضا منشآت النفط، وأعلنوا عن استهداف منشآت النفط سواء في المملكة العربية السعودية واستهداف منشآت يمنية داخلية.
فالموضوع ليس جديدا، الجديد هو أن الإدارة في آخر أيامها قررت أن تضع الحوثيين على قائمة الإرهاب أسوة بالميليشيات العراقية أو بعض الميليشيات في العراق التي وضعت على لائحة الإرهاب الأمريكية، وكذلك حزب الله اللبناني وغيره من الميليشيات التي تتبع بالأساس الأجندة الإيرانية ولا تنتمي بالمطلق إلى الأجندة الوطنية للدول التي تعيش فيها هذه الميليشيات. أخي العزيز، أنا رؤيتي الشخصية التي كونتها على مدى فترات من متابعة الشأن الإيراني والشأن اليمني وبعض الشؤون في المنطقة، ولا أدري يعني خبير بذلك، لكن توصلت إلى أن الإيرانيين أو أن الغرب بشكل عام يريد أن تكون إيران قوية بالقدر الذي يؤذي محيطها الإقليمي العربي، ويريدها أن تكون ضعيفة بالقدر الذي لا تستطيع به أن تؤذي إسرائيل. وهذه معادلة من خلالها تحيا وتعيش وتتصرف إيران والنظام الإيراني، يعني يتصرفون وفقا لهذه الرؤية، لأنهم يفهمونها، هم يفهمون أن الغرب راض عن أدائهم في المحيط الإقليمي فيما يخص تفجير نوع من سباق التسلح يدر على الشركات. أرجو أن تعذرني عن المقاطعة، لكن أنت ذكرت نقطة مهمة تستوجب أن أسألك. يعني أنت تقول بأن من خلال متابعتك أن أمريكا تريد من الإيرانيين أن يكونوا أقوياء بما فيه الكفاية ليزعجوا محيطهم العربي أو يؤذونه، وضعفاء بما فيه الكفاية كي لا يؤذوا الكيان الصهيوني. طب المحيط العربي يكاد يكون، يعني ينعقد الإجماع على أنه محيط محالف لأمريكا، بل هو ربما يكون أشد ولاء. النظام الرسمي العربي، كثير من هذه الدول المحيطة ربما يكون أشد ولاء وحلفا وأوثق حلفا مع أمريكا ربما من إسرائيل. فما الغاية من جعل إيران قوية بما يؤذي المحيط العربي، كما لو أن المحيط العربي محيطا مقاوما؟ هي الغاية التي من خلالها تريد واشنطن وتريد دوائر صنع القرار أن يكون هذا الحليف محتاجا إلى واشنطن وإلى غيرها من العواصم العالمية بشكل مستمر، دون أن يستقل بذاته وأن يحمي أمنه بنفسه وأن يكون شريكا أو أن يكون منتجا لأدوات حمايته. أضرب لك مثالا، هل لولا الوجود الإيراني والتهديد الإيراني في الخليج، هل كانت مليارات من الدولارات ستصب في الخزائن المختلفة لشركات تصنيع السلاح في الغرب؟ إذن هذه المليارات هي أتت بشكل أو بآخر بفعل التهديد الإيراني في المنطقة. لا يمكن لمن يستلم هذه الدولارات وهذه المليارات أن يفكر بأن يبعد هذه الفزاعة التي من خلالها تلجأ دول الخليج ودول الإقليم إلى شراء المزيد من الأسلحة من أجل مواجهة هذا الخطر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن لولا فزاعة النظام الإيراني والتهديد الإيراني لما وجد الأمريكيون أصلا موطئ قدم لهم في المنطقة بهذا الشكل المهول. إذن الطرفان يتخادمان بشكل أو بآخر، لكن هناك معادلة ربما الإيرانيون أحيانا لا يدركونها أو يتغافلون عنها. الأمريكيون يريدونهم ضعفاء أمام إسرائيل وأقوياء أمام المحيط العربي. نعم. ينسى الإيرانيون ذلك فيخرجون عن دائرة الخطوط الحمر المرسومة لهم، فيرسل الأمريكيون بين الحين والآخر رسالة للنظام الإيراني بأننا هنا وبأنك ينبغي أن تتصرف داخل الدائرة المحددة لك دون أن تتجاوزها إلى غيرها. هذه الفكرة صارت واضحة، لكن هناك مستجد مهم، وهو يعني قبل أن يغادر ترامب الإدارة قرر أن يصنف الحوثيين، ميليشيا الحوثيين في اليمن، منظمة إرهابية. هنا أريد أن أسأل الأستاذ ماجد في لندن أيضا، يعني ما درجة استهداف طهران بهذا الإجراء برأيك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحييك أستاذ جهاد وكذلك ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام، وتحيتي أيضا لطاقم البرنامج والقناة المباركة. بالنسبة لسؤالكم، طبعا قبل كل شيء أنا أضم صوتي لصوت زميلي الأستاذ دكتور محمد، وأرى المشهد هكذا كما تفضل دكتور محمد. وأيضا قضية استهداف إيران نستطيع أن نقول هي
طبعا إدارة ترامب تقصد من وراء هذا القرار قبل كل شيء يعني قرار مسيس، وهناك عدة أهداف يعني خلف هذا القرار من قبل إدارة ترامب. وكما نعلم جميعا يعني الدعاية الانتخابية اللي كانت منذ البداية قضية محاربة إيران وقص أجنحة إيران كانت كدعاية انتخابية لترامب ولنتنياهو ولحلفائهم الآخرين. أما الاستهداف الحقيقي للنظام الإيراني نحن لم نرى من قبل هذه الإدارة وعبر هذه القرارات في طيلة 4 سنوات. نستطيع أن نقول مثلا على سبيل المثال كما ذكرت بومبيو كذا مرة، وكذلك ترامب بنفسه صرح بأن نحن لا نريد تغيير أو إسقاط النظام الإيراني أو تغيير النظام الإيراني، بل نريد أن يجلس النظام الإيراني على طاولة الحوار أو تغيير سلوك النظام الإيراني. فبالتالي إذا كان مثلا مثل هذا القرار، إذا كان إدارة ترامب صادقا في هذا القرار، فلماذا لم يصنف جماعة الحوثي جماعة إرهابية منذ 4 سنوات؟ يعني نحن ندري بأن إدارة ترامب على وشك الانتهاء الآن، نهاية الإدارة، وكذلك الحرب بدأت منذ 6 سنوات، وكذلك الاعتداء الحوثي. أما الإدارة هذه القرار يعتبر قرار مسيس، فبالتالي يريد شراء الكثير من التعاطف الشعبي من قبل اليمين المتطرف، سواء لترامب نفسه أو لأهداف اقتصادية قد تكون لترامب، وكذلك أهداف إيديولوجية لإدارته كما رأينا في التصرفات الأخيرة لترامب ولمن معه. أما النظام الإيراني، النظام لا يتأثر، يعني لا نستطيع أن نقول النظام الإيراني، لا الجماعة الحوثية ولا النظام الإيراني يتأثرون بهذا القرار تأثير قوي، كما أن بومبيو صرح بأن طب سنتحدث أستاذ ماجد، سنتحدث عن مدى تأثير هذا 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 الموضوع على بنية النظام الإيراني، خصوصا وأن هناك عقوبات أكثر من ذلك فرضت على طهران ولم تؤثر فيما يبدو حتى الآن. لكن لو أذنت لي أن يعني تعقيبا على هذه المسألة أن أعود مرة أخرى إلى زميلنا أو الأستاذ محمد في لندن أيضا، يعني الأمريكيون ماذا يريدون من وراء هذه الخطوة بالتحديد؟ 4 أعوام وهم يراقبون أفعال الحوثيين، هناك عمليات إعدام واعتقالات عشوائية لكثير من اليمنيين المعارضين لخطهم ومنهجهم، سواء في صنعاء أو في مدن أخرى يسيطرون عليها، وفجروا مواقع حساسة في مصافي نفط في السعودية، ومع ذلك كل ذلك لم يحرك الأمريكيين، الآن صنفوهم كمنظمة إرهابية، ما الذي يريده الأمريكيون من وراء هذه الخطوة؟ طبعا هو العبرة الآن بالتوقيت كما تفضلت أخي الكريم. أنا في تصوري أن الإدارة الحالية أرادت أن تضع المزيد من الإشكاليات أمام الإدارة الديمقراطية القادمة، خاصة وأنها تعي أن هناك نوعا ربما يقال من الدفء في العلاقة بين الديمقراطيين والإيرانيين. وإذا ما عرفنا بأن البرنامج أو بأن الاتفاق النووي الإيراني قد وقع في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي السابق أوباما، هذه نقطة. النقطة الأخرى أن الإدارة الحالية تريد كذلك أن تحرج إدارة الديمقراطية القادمة بأن تضعها أمام الأمر واقع مدعومة من الإيرانيين. إذا أردتم فيما بعد أن تتعاملوا معها فالشأن لكم، لكن هي جماعة إرهابية، وإذا أردتم أن ترفعوا عنها أو اسمها من قوائم الإرهاب فهذا يعود إليكم، لكن ذلك سيشكل بالنسبة لكم حرجا كبيرا أمام قطاع واسع من الأمريكيين الذين يرون بأن هذه الجماعة استهدفت مصالح دولية وضربت خطوط الملاحة في البحر الأحمر واستهدفت خطوط إمداد الطاقة واستهدفت كذلك مراكز إنتاج هذه الطاقة الدولية. وبالتالي أتصور أن الوضع سيكون حرجا بالنسبة للديمقراطيين إذا ما أرادوا أن يرفعوا اسم الحوثيين من لائحة الإرهاب، بالإضافة إلى أن الإجراء ليس إجراء سهلا، إجراء رفع الاسم من قوائم الإرهاب هو إجراء معقد، يعني حسب المعلومات حول نظام
الأمريكي وحول إمكانيات وآليات رفع اسم جماعة من الجماعات أو دولة من الدول من قائمة الإرهاب. لكن بالمجمل هي أيضا رسالة للإيرانيين وللأذرع الإيرانية في المنطقة، ورسالة أيضا للحوثيين الذين ربما لا يتضررون بشكل كبير، لكن بطبيعة الحال هم سيتضررون. هم ليسوا كنظام الإيراني. الحوثيون يحكمون بلدا كجماعة انقلابية لا يعترف بهم أحد. النظام الإيراني على الأقل هناك اعتراف دولي بهذا النظام على ما فيه من 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 كوارث ومساوئ. لكن الحوثيون القرار بالنسبة لهم هو قرار كارثي، لأنه سيزيد من عزلتهم الدولية، لأنهم في الأصل ليس معترفا بهم، لكن هناك بعض الممثلين لهذه الجماعة دخل. هؤلاء لابد أن يجدوا حرجا في الظهور العلني، لابد أن تجد الدول المستضيفة لهم حرجا كذلك في استضافتهم، لأنهم أصبحوا جماعة إرهابية. كذلك هناك عدد كبير من الشركات وفي في في مجالات مختلفة، في مجال الطاقة، في مجال النفط والغاز والكهرباء، في مجال المواد الغذائية وغيرها من الشركات الكبيرة التي تفوق حسب إحصاء 200 شركة تابعة للحوثيين، لكن بأسماء طبعا ليست بأسماء الحوثيين. هذه الشركات ستكون في مرمى النيران. لا نتصور أن الأمريكيين أغبياء إلى درجة أن لا يعرفوا بأن هذه الشركات التي تحمل يافطات مختلفة هي لا تتبع الحوثيين. طبعا في وزارة الخزانة الأمريكية وفي وزارة الخارجية دوائر لمراقبة الأموال ولكشف مصادر هذه الأموال ومصبات هذه الأموال، وبالتالي من السهولة بمكان أن يصل الأمريكيون إلى ملكية هذه الشركات وأصولها. إذا الحوثيون سيتأثرون من هذه الناحية. القرار يقول في حيثياته نقطة مهمة، أن استهداف الحوثيين بالعقوبات ناشئ لأنهم لم يستجيبوا أو لأنهم يعرقلون عملية السلام في اليمن. وهذا صحيح، هذه نقطة مهمة، والضغط عليهم ربما يشعرهم بالمزيد من العجز السياسي، وربما حسب رؤية الأمريكيين، وهذه ليست رؤيتي على كل، يلجئهم ذلك إلى اللجوء للحل السلمي، وهم لن يلجأوا للحل السلمي. لأنه أخي الكريم، لمن لا يعرف الحوثيين من خارج اليمن، أريد أن أشير إلى نقطتين مهمتين. هذه جماعة دينية اسمها أنصار الله، بمعنى أنها ليست جماعة سياسية، لكنها جماعة دينية تستخدم السياسة للوصول إلى أهدافها وتحقيق الأيديولوجيا الدينية التي تؤمن بها. في اليمن المنهج الهادوي أو المذهب الهادوي الذي يزعم أنه منتمي لزيد، هذا المذهب أو هذا المنهج يرى بأن الإمام ينبغي أن تتوفر فيه 16 شرطا أو 14 شرطا، على خلاف من الشروط الواجب تحققها في الإمام الحاكم الذي يصل إلى السلطة. أولا أن يكون محصورا في البطنين، والبطنان هما نسل الحسن والحسين رضي الله عنهما. هذا جزء. الشرط الآخر وهو شرط مهم، أن يخرج الإمام على الناس شاهرا سيفه. وهذا الشرط الأخير شرط إرهابي، لأنه يلغي مسألة التداول السلمي للسلطة، ويلغي صندوق الانتخابات والاقتراع والعملية الديمقراطية والسياسية برمتها. ولذلك يعني هل تريد أن تقول أن الحوثيين يلتقون أيديولوجيا بدرجة أو بأخرى مع الإيرانيين، مع النظام الإيراني؟ معذرة، يعني هل تريد أن تقول بأن الحوثيين يلتقون أيديولوجيا بطرق بشكل أو بآخر مع النظام الإيراني؟ وأرجو الاختصار. هم يعني لديهم من الجانب المذهبي الطائفي الهادوي أو الزيدي إنجاز التعبير، نعم، هذه الجزئية جزئية حصر الإمامة في البطنين، وجزئية وجوب خروج الإمام بالسيف كما يقولون، وبالتالي يجب أن يصل إلى السلطة بالقوة بالسلاح، وأي إمام يصل بالسلم لا يعد إماما في نظرهم. نعم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى طبعا هم متأثرون بولاية الفقيه، وحسين الحوثي طبعا ذهب إلى إيران ومكث بها فترة، وأبوه ذهب إلى إيران كذلك. حسين الحوثي هو المؤسس بالنسبة لهم، نعم، بالنسبة لهذه الجماعة، وأخو عبد الملك. والتأثير الإيراني واضح، يعني الأيديولوجيا الإيرانية والشعار الإيراني والسلاح الإيراني والفكر الإيراني، حتى الألوان التي يستخدمونها ألوان الإيرانيين. لو أذنت لي، هذه النقاط التي أشرت إليها أريد أن أبني عليها لأسأل ضيفنا الأستاذ ماجد. يعني بالنظر إلى هذا الالتقاء بشكل أو بآخر بين العقيدتين، سواء النظام الإيراني أو الحوثيين، وبالنظر إلى الدور الإيراني في اليمن من خلال الدعم الذي تقدمه الحوثيين، ما مدى الضرر الذي قد يلحق
النظام الإيراني من خلال هذه الخطوة؟ أنا في رأيي يعني كما ذكر ضيفكم النظام الإيراني لا يعني هنا لا يتلقى ضررا من هذا التصنيف، أما المتضرر هنا الجماعة الحوثية، وإن أرى بأن الجماعة الحوثية أيضا لا تتضرر كثيرا لأن الجماعة مسيطرة على 18 محافظة يمنية ولديها أموال طائلة سواء في البنك المركزي اليمني الذي حصل عليها بعد احتلال صنعاء وكذلك عبر البنوك الأخرى الخارجية سواء إيرانية وكذلك حتى في بعض الدول الخليجية هناك أموال بالمليارات الدولارات للجماعة الحوثية في هذه البنوك وبأسماء وهمية ومختلفة. وكذلك لا ننسى بأن الدعم الإيراني اللوجستي والعسكري والإمدادات عبر المحيط الهندي وعبر السفن والسفن الكبيرة الحربية وغير الحربية والسفن الخشبية حتى من إيران إلى سواحل اليمنية متواصلة، وإن كان اكتشف بعضها أو ضرب بعضها من قبل التحالف ولكن هي بشكل شبه يومي وعلى مرأى ومسمع الأمريكان. لا نستطيع أن نقول حتى هنا الأمريكان صادقون في قضية تصنيف الجماعة وقص أجنحة الجماعة وأجنحة النظام الإيراني. لكن أنت جزمت أستاذ ماجد جزمت بأن إيران لن تتضرر من هذه الخطوة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، أليست اليمن الآن هي ساحة امتداد نفوذ لطهران؟ ألا يعني أن وضعها ضمن قائمة الإرهاب أو تضييق عليها وتصنيفها إرهابية ألا يعني إضعافا للنفوذ الإيراني في المنطقة بعدما حول أن يضعف في سوريا وفي لبنان وفي العراق؟ نعم أنا أقول بأن أرى بأن لا يتضرر ضررا كبيرا. نعم قد يعني يتأثر ولكن كما ذكرت لكم الإمدادات موجودة ومتواصلة سواء على سبيل المثال للميليشيات الإيرانية أو الموالية لإيران في العراق هي يعني متواصلة في حركاتها وعملياتها الإرهابية بحق الشعب العراقي وكذلك في اليمن. الجماعة الحوثية كما ذكر المتحدث باسم الجماعة الحوثية قبل يومين بأن نحن نرى أو نخطط تحركاتنا من رب العالمين من القرارات الإلهية وليس بالتأثير السياسة أو التصنيف وما شابه ذلك، بل نحن نأخذ أو نقرر تحركاتنا من الدين الإلهي ومن يعني الله سبحانه وتعالى سبحانه وهكذا. يعني الجماعة هذه بارك الله فيكم الجماعة هذه نعم قد تتضرر والنظام الإيراني قد يتأثر ولكن الإمدادات موجودة وكذلك العلاقة الإيديولوجية موجودة بشكل كبير بين النظام الإيراني والحركة الحوثية لأن الرابط رابط عقدي وليس رابط سياسي أو براغماتي أو نفعي أو مؤقت. طيب مشاهدينا الفضلاء نلقاكم ثانية بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، عدنا سويا لمواصلة الحديث في خطوات وزارة الخارجية الأمريكية لتصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن على أنها منظمة إرهابية. أستاذ محمد، إذا ما استندنا إلى أن الخطوة الأمريكية هدفها هو الضغط على إيران وحشرهم في الزاوية من ضمن إجراءات وخطوات أخرى في أمكنة أخرى، هل يمكن القول بأن خيارات التصعيد الأمريكي العسكري
ضد إيران التي رجحها مراقبون كثر في الآونة الأخيرة سقطت تماما؟ يعني أنا على المستوى الشخصي ما كنت في يوم من الأيام أعتقد بأن حربا يمكن أن تكون بين واشنطن وطهران، للأسباب التي أسلفتها. الطرفان يتخادمان بشكل أو بآخر. هناك طبعا يعني في السياسة هناك الخطوط العريضة والاستراتيجيات، وهناك الخطوط الصغيرة والتكتيكات. يختلف طبعا الأمريكيون مع الإيرانيين في عدد من التكتيكات، لكن على المدى الاستراتيجي إيران دولة خادمة للغرب بشكل عام. إيران، دعني أعري على بعض لو سمحت لي بعض الإشارات، يعني متى لو قلنا متى حارب الإيرانيون غير المسلمين؟ دعنا نطرح هذا السؤال. في منذ أن دخلت إيران الإسلام إلى حد هذه اللحظة، ما هي المعركة اليتيمة حتى التي خاضها الإيرانيون ضد غير المسلمين؟ هم لم يحاربوا إلا المسلمين، وبالتالي ولم يحاربوا إلا 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 العرب إنجاز التعبير. وبالتالي ما هو الخطر الوجودي أو الاستراتيجي لإيران على الغرب بشكل عام؟ هذه الرؤية هي ثابتة في الفلسفة السياسية للرأسمالية بشكل عام، علاوة على أن كثيرا من الدوائر الفكرية والفلسفية الغربية ترى بأن الأصول الأوروبية والأصول الغربية بشكل عام هي أصول آرية قادمة من هذه البقعة الجغرافية في إيران، وبالتالي هناك وشائج فلسفية وشائج فكرية ووشائج أيضا ربما جينية أو قومية أو بحكم انتقال الشعوب الأوروبية. لكن أريد أن أقول بأنه في حقيقة الأمر، دعنا نكون واضحين، الصدام بين الغرب والإسلام الذي كان في الماضي، والذي يعني هناك من يقول بأنه انتهى وهناك من يدعو إلى حوار الحضارات، لكن هناك نوع من الصدام الخفي اليوم. هذا الصدام بين الغرب والشرق هو صدام بين الغرب، بين المؤسسة الغربية الحاكمة، وبين الإسلام الذي هو إسلام عامة الأمة، الذي يصنف اليوم بأنه إسلام سني. يعني الفتوحات الإسلامية القديمة كانت قبل أن يوجد تشيع وتسنن، حروب الصليبيين كانت بينهم وبين الممالك والدول والإمارات العربية والإسلامية التي كانت سنة، كل كانت في مجملها بل كلها كانت سنة. وكذلك الحروب الاستعمارية الحديثة كان أبطال ثوار العرب والثورات العربية كلهم مجملهم من هذه الأمة التي تسمى سنة. إذن بالنسبة لإيران لا تضر الغرب، هي تضر محيطها الإقليمي، وبالتالي هذه مهمة بالنسبة للأمريكيين أن يكون ضرر إيران على المحيط العربي، لكن شريطة أن لا يمس المصالح الغربية في المنطقة وأن لا يمس إسرائيل كجزء من المصالح الغربية. عندما يخرج الإيرانيون كما قلت لك عن هذا الخط، فإن الأمريكيين يتدخلون من أجل تنبيه الإيرانيين بعملية هنا أو عملية هناك، أو ضرب هذا القائد أو قتل ذلك القائد هناك، من أجل أن يقولوا الإيرانيين انتبهوا، نحن إنما نريدكم أن تكونوا في المجال المرسوم لكم، بمعنى التأثير على المحيط العربي من أجل الفائدة كذلك، لأن التأثير على المحيط العربي يعني إدخال المنطقة في حرب، صراعات، إرباك، احتياج مزمن للآلة العسكرية الغربية وما إلى ذلك. طيب لو سألت أستاذ ماجد، يعني أنت تقول بأن إيران لن تتأثر بهذه الخطوة، لكن فرض هذه الإجراءات على الحوثيين وهي مجموعة لا مستقبل سياسي لها، محيطها رافض لوجودها، ليس فيها هناك اعتراف عالمي ودولي، حتى البيئة السياسية في المنطقة الآن الأوضاع لا تسمح أبدا بأي مستقبل سياسي للحوثيين، إذن لا يمكن عزل هذه الخطوة عن سياقها الإقليمي وهو بالتحديد إيران. تحدث قبل قليل ضيفنا الأستاذ محمد عن قضية جملة رسائل تريد واشنطن أن توجهها إلى إيران، هل يمكن أن تحدثنا عن بعض هذه الرسائل؟ بمعنى كيف، ما الرسالة التي ستفهمها طهران من وراء هذه الخطوة؟ ولا شك أن طهران فهمت الرسالة منذ بداية إدارة ترامب بأن الإدارة الأمريكية الجديدة مستاءة من تحركات إيران وتريد قص أجنحة النظام الإيراني في المنطقة حتى لا تخرج عن أو لا يخرج النظام الإيراني عن السيطرة، وهكذا هو الدور المرسوم له من قبل دوائر الحكم في الغرب. لا شك بأن تكون أو أن يكون النظام الإيراني نظام مزعج ويقوم بإضعاف الأمة، وأنا لا أقول الأنظمة،
لأن الأنظمة أيضا جزء من الأمة، وإضعاف الأمة الإسلامية التي هي الأمة السنية. ولكن فهمت الإدارة الإيرانية هذه الرسالة، وحاولت أن تخطط الاستراتيجية الجديدة وفق هذه الـ يعني في السنوات الأخيرة طبعا منذ بداية إدارة ترامب وفق هذه المرحلة، ولكنها لم تستطع، لأن هناك أناس متطرفون عقائديون أمثال قاسم سليماني الذي أغتيل. هؤلاء خرجوا عن سيطرة النظام الإيراني أو الإدارة الإيرانية بالأحرى، بل هم مستقلون في تصرفاتهم ومرتبطون بالمرشد الأعلى. ولكن في المرحلة القادمة في إدارة الديمقراطيين أكيد هم يتفقون على هذه، على خلينا نقول يعني إدارة هذه اللعبة بشكل أحسن. أما بالنسبة أريد أن أعلق أو أصحح، وإن كنت أظن أرى بأن ضيفكم أيضا يقصد هذا. تفضل أستاذ محمد، بأن الإيرانيون منذ ما دخلوا الإسلام لم يقاوموا أو يقاتلوا غير المسلمين. لا، الإيرانيون منذ أن دخل إسماعيل الصفوي إلى إيران منذ القرن العاشر، وأما قبل ذلك الدول التي حكمت إيران هي كانت كلها دول سنية ومع الأمة، وضمن لحمة الأمة الإسلامية كالدولة العباسية والأموية والدويلات الغزنوية والسلجوقية وغيرها، كلها كانت في إيران وهي دول سنية مع الأمة. بارك الله فيكم. طيب، لو عدنا إليك أستاذ محمد، يعني نريد أن نتحدث عن تداعيات هذه الخطوة الإقليمية، ولكن في المحور الأخير من الحلقة. الآن أريد أن أحصر الحوار معك في الشأن اليمني. يمنيا، من الذي سيتأثر بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابيا؟ هل هم الذين يسيطرون على المشهد ويحكمون، أقصد الميليشيات الحوثية، أم الشعب المحكوم؟ طبعا نحن نتفق إلى حد ما بأن الحوثيين يعني سيتأثرون، لكن ليس التأثر المرجو. الإيرانيون أو النظام الإيراني لا شك أنه تأثر بالعقوبات الغربية، لكن ليس التأثر الذي يمكن أن يؤدي إلى سقوطه. هنا الإشكالية، أنه هل سيكون التأثير على اليمنيين وعامة الشعب اليمني، أم سيكون على هذه الميليشيا كميليشيا انقلاب وإرهاب؟ وهذا السؤال أعتقد أن للحكومة اليمنية نصيبا في الإجابة عليه. بمعنى، على سبيل المثال، اليوم ستتحرج كثير وستخشى حقيقة كثير من الشركات الموردة لليمن أو المتعاملة مع النظام الاقتصادي في اليمن من التعامل مع ميناء الحديدة، بحكم أن الحوثيين يسيطرون على هذا الميناء. وبالتالي أنا أتوقع أن كثيرا من الشركات وكثيرا من السفن ربما تحول مساراتها من الحديدة إلى عدن في جنوب البلاد. هل تستطيع الحكومة إعادة تشغيل وتأهيل مطار عدن من أجل توفير البدائل المناسبة للشركات التي تتحرج وتخشى من التعامل مع الحوثيين؟ هل ستوفر لها البدائل من أجل إيصال البضائع وحتى إيصال المعونات الإنسانية، التي تذهب 70% من المعونات يذهب، ومن التجارة صراحة عبر ميناء الحديدة؟ هل سيكون ميناء عدن الذي تسيطر عليه الحكومة بديلا؟ هناك أيضا خشية من أن تتأثر التحويلات المالية، وأنت تعرف أخي العزيز وأخونا الأستاذ ماجد أن اليمنيين يعتمدون في كثير من جوانب معيشتهم على تحويلات المغتربين، لأن كثيرا منهم مغتربون يعولون يعني آلاف الأسر في الداخل. هل ستتأثر هذه التحويلات بحكم أن التحويلات تخضع في الأخير للنظام المصرفي الأمريكي؟ هل بحكم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، ماذا سيكون الوضع عليه بالنسبة لشركات الصرافة أو الشركات التي أصبحت شبه بنوك داخل مناطق سيطرة الحوثيين؟ وهل ستقوم الحكومة اليمنية بتأثير بإيجاد البدائل؟ هل ستحل؟ نحن سمعنا بيانا للحكومة اليمنية بأنها ستعمل على ألا يتأثر الشارع اليمني أو المواطن العادي بهذه العقوبات، بحيث أن حصل تأثيرها على الحوثيين. لكن إذا ما استثنينا هذا الأثر الذي يخشى منه على عامة اليمنيين، فلا شك أن الحوثيين وضعوا الآن في حرج سياسي. يكفي أنهم الآن سيحاصرون سياسيا بشكل أكبر،
المحايدون الذين يظهرون بوجوه مزوقة إنجاز التعبير، وهم حوثيون في قرارة أنفسهم، لكنهم يظهرون أنفسهم كمحايدين ويعيشون في عدد من العواصم الغربية. هؤلاء سيفكرون 1000 مرة قبل أن يترافعوا في نعم المؤتمرات والمنظمات الدولية عن الحوثيين. وهذا مجرد مثال من عشرات الأمثلة يمكن أن نسوقها من الأمثلة التي يمكن أن تثبت بأن الحوثيين سيتأثرون. ولذلك عندما تنظر إلى وسائل إعلامهم ستجد بالفعل أنهم يشنون هجوما عنيفا على ترامب وعلى الإدارة وعلى هذا القرار، في الوقت الذي يحاولون إظهار أنهم لن يتأثروا، طيب لكن في حقيقة الأمر أنه من وجهة نظري أصابهم في مقتل. الحقيقة عودة على بدء، ولا بد من ذكر بعض المسائل المتعلقة بالتوقيت. وهنا أسأل الأستاذ ماجد، يعني مر عام على قتل قاسم سليماني، وتوعد الإيرانيون برد قاس، وكان هناك يعني نوع من الانتباه الأمريكي إذا صح التعبير لأي رد فعل إيراني قد يكون على هذه الحادثة. لكن بدلا من ان يعني ان تحذر امريكا في هذا التوقيت، وجدنا انها مارست تصعيدا على الايرانيين وصنفت الحوثيين كمنظمه ارهابيه. يعني هذا ثمة من قد يفسر هذا الامر بانه هل صارت ايران من الضعف بحيث انها غير قادره على الرد على قتل واحد من ابرز رموزها في الوقت الحالي؟ نعم، ايران ضعيفه اكثر من هذا الذي يتصور البعض كما ذكرت حضرتك. أما هي بروباغندا إعلامية النظام الإيراني، وصرح المسؤول الناطق باسم الوزارة الخارجية الإيرانية بأن نحن لا نريد التحرك العسكري أو مثلا ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، ولكن نحن نرد أو نثأر بثأر صعب وشديد في الوقت المناسب. وكما يقولون دائما يحتفظون بحق الرد، كما أنتم تشاهدون يعني في سوريا وفي العراق هناك، وحتى في الداخل الإيراني هناك مسؤولين، هناك علماء يغتالون من النظام الإيراني، هناك عصابات وميليشيات وأماكن، والنظام الإيراني عاجز عن الرد، وأحيانا قد ترد. وأنا أرى بأن من رؤيتي وجهة نظري الشخصي بأن أحيانا هناك تنسيق بين النظام الإيراني، مثلا عندما يريد أن يضرب كما ضرب معسكر التابع لبعض الجنود الأمريكان في سوريا في الآونة الأخيرة، أو في العراق في بوكمال أظن، فالمعسكر كان خاويا على عروشه، فبالتالي هناك تنسيق يعني خلف الكواليس لحفظ ماء الوجه للنظام الإيراني حتى يؤدي دوره المرسوم له في المنطقة لتخويف وابتزاز الأمة العربية والإسلامية والسنية في المنطقة للأسف. أما النظام الإيراني نظام هش ولا يستطيع أن يقاوم لا النظام الدولة الأمريكية، بل حتى من أصغر الدول العربية في المنطقة من حيث السلاح، التسليح، الاستعداد، أقوى من النظام الإيراني بشكل كبير. ولكن للأسف هناك بروباغندا إعلامية، وهناك التوجه الغربي أو التوجه الأمريكي بالأصح مع بقاء النظام الإيراني قويا لابتزاز ولإضعاف المنطقة. طيب سيد محمد، يعني الحكومة اليمنية، كيف يمكن الحكومة اليمنية التي رحبت بإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، كيف يمكن أن تستفيد من هذا التطور المهم بالنسبة لها؟ طبعا أخي العزيز، الحوثيون إرهابيون بامتياز، نتفق على ذلك. لغموا البحار، لغموا البر والبحر، ضربوا المطارات المدنية. وبالمناسبة اليوم اللجنة شكلت ل يعني التحقيق في ضرب مطار عدن، برئاسة وزير الداخلية. اليوم أعلن الوزير بأن الطائرات أو بأن عفوا الصواريخ التي ضربت المطار هي صواريخ إيرانية أطلقها الحوثيون، وأن هناك خبرات إيرانية ولبنانية من حزب الله خلف هذه الصواريخ. إذن الحوثيون الذين لغموا البر والبحر، والذين يعني جعلوا المدنيين دروعا بشرية، والذين تصور أنهم سجنوا صحفيين في مخزن سلاح، فجاء الطيران وضرب هذا المخزن وقتل الصحفيان عبد الله قابل ويوسف العيزري، وسجنوا سجناء أيضا في قسم شرطة
او في قسم شرطه عسكريه، وضرب هذا القسم بحكم انه طيب كان يحتوي على عدد من الاسلحه وذهب السجناء. طب حتى نتحدث عن كيفية الحكومه عن اليمنيه، فرص الحكومة اليمنية في الاستفادة من هذه، لأن الوقت يدركنا سيد محمد. الحكومة اليمنية ينبغي أن تنسق خطواتها على مدار الأشهر القادمة إعلاميا ودبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا. هذه خطوة مهمة، ينبغي أن تقوم أن تكون هناك حملة دبلوماسية للحكومة اليمنية مهمة تستهدف العواصم والدول التي لم تصنف الحوثيين حتى هذه اللحظة مجموعة إرهابية. ينبغي كذلك أن تفضح الحكومة اليمنية عن طريق دبلوماسياتها ووسائل إعلامها أولئك الذين يتماهون مع الحوثيين ممن يدعون بالمحايدين. وينبغي كذلك أن تستخدم هذه الورقة في الضغط حتى على مارتن جريفيث المبعوث الدولي إلى اليمن، من أجل أن تقول له بأن هذه جماعة إرهابية وأنه ينبغي أن يكف عن تغطياته لجرائمها. أنا أقول بشكل واضح نعم بأن مارتن جريفيث لا ينقل حقيقة ما يجري من جرائم للحوثيين في اليمن إلى مجلس الأمن، وإنما يحاول أن يلطف من التقارير الميدانية التي يرفعها مراقبوه هم في الحديدة، يرفعون تقارير عن خروقات مستمرة للحوثيين في اليمن ولكنه لا يدرجها ضمن الإحاطات إلى مجلس الأمن. الحكومة اليمنية يمكن أن تعمل اقتصاديا على تنشيط موانئها، يمكن أن تعمل أيضا على تنشيط مطاراتها، يمكن أيضا أن تستخدم هذه الورقة عسكريا وأن تقول للعالم بأنني لا أحارب جماعة انقلابية وحسب، وإنما أحارب جماعة إرهابية، وهذا ربما يتيح لها مزيدا من الدعم العسكري من أجل مواجهة هذه الجماعة التي تحصل على كل ما تريده من الصواريخ البالستية والطائرات نعم، المسيرة والألغام البحرية والبرية من الإيرانيين. كما لو أنك تريد أن تقول بأن هذه هدية غير منتظرة بالنسبة للحكومة اليمنية. أذهب إلى الأستاذ ماجد، قلت قبل قليل بأن النظام الإيراني هش، لكن في المقلب الآخر لماذا لا يمكن اعتبار أن هذه الخطوة، فرض هذه الحوثيين ضمن هذه القائمة، هي آخر تعبيرات واشنطن عن إفلاسها في جر الإيرانيين إلى بيت الطاعة الأمريكي؟ لا بالعكس، أنا أرى بأن خطوة مناسبة جدا، لأن قوة النظام الإيراني في الآونة الأخيرة بعد نستطيع أن نقول فقدان الشعبية تماما في الداخل الإيراني، ما عدا ثلة قليلة من الولائيين وهم لا يمثلون 5% من الشعب. فبالتالي بعد فقدان هذه الشعبية في الداخل الإيراني، قوة النظام الإيراني في أذرعها الخارجية ومنها الجماعة الحوثية وجماعة حزب الله في لبنان وجماعات العقائدية في العراق وكذلك سوريا. فبالتالي قص أجنحة النظام الإيراني الخارجية خطوة مناسبة وقوية في إضعاف النظام الإيراني، أنا أرى هكذا. طيب، يعني أنت قلت قبل قليل بأن هذا القرار لن يؤثر كثيرا على طهران، لكن الآن تقول بأنه سيؤثر من ناحية قص جناح جديد من أجنحة إيران الخارجية، كيف يمكن المواءمة بين هذا وذاك؟ نعم، لا يؤثر كثيرا وأؤكد أيضا، لكن تأثير قليل، لأن النظام الإيراني فقد شعبيته في الداخل وهناك أذرعها الخارجية هي التي تحافظ على النظام الإيراني. لكن للأسف أنا أقول القرار مسيس، وإذا كان إدارة ترامب أو الدولة الأمريكية صادقة في قص أجنحة النظام الإيراني فهناك خطوات واضحة وملموسة تستطيع أن تأخذها الإدارة الأمريكية سواء الحالية أو القادمة في قص أجنحة النظام الإيراني فإضعاف النظام الإيراني وبالتالي إسقاط النظام الإيراني أو سقوط النظام الإيراني بيد شعبه. ولكن للأسف هذا لم يحدث ولن يحدث، ولكن نستطيع أن نقول بأن هذه الخطوة قد تكون الأنسب يعني في ظل الوضع الحالي اللي للأسف لا نرى أي تحرك قوي وملموس وواضح في مواجهة النظام الإيراني. هذه الخطوة تستطيع أن تحد من قدرة النظام الإيراني عبر ميليشياتها العقائدية في المنطقة، ولكن للأسف ليست خطوة قوية ومؤثرة بشكل كبير على النظام الإيراني، وأؤكد أيضا على هذا. طيب سيد محمد، كيف ستكون ارتدادات هذه الخطوة على السعودية وهي تخوض معركة متعثرة، تقود تحالفا عربيا وبمعركة متعثرة في اليمن مع الحوثيين، كيف ستكون ارتدادات ذلك على السعودية؟ طبعا الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية يعني لا شك أن هذه الخطوة يعني هي في صالحهم،
بالمجمل الحوثيون استهدفوا منشآت النفط السعودية، استهدفوا المطارات المدنية السعودية، استهدفوا مناطق حيوية في المملكة، استهدفوا المدنيين كذلك، وبالتالي السعودية تضررت كثيرا من صواريخ إيران البالستية وطائراتها المسيرة. فلا بد من دون سؤال أن نقول بأن الحوثيين بأن السعودية ستستفيد من هذه الخطوة، ولكن ما على الحكومة اليمنية أن تمارسه من أجل الاستفادة من هذه الخطوة؟ أعتقد أنه يترتب كذلك على السعوديين من أجل استثمار هذه الخطوة، خاصة وأننا سنتعامل فيما بعد بعد أيام قلائل مع إدارة جديدة في البيت الأبيض، ربما يراها البعض يعني أقرب من الإدارة السابقة إلى الإيرانيين. لكن أخي العزيز، أنا أعود وأؤكد بأن هذه خطوة هي خطوة جيدة، لأن قوة إيران ليس في قنبلتها النووية المنتظرة، وإنما في قنابلها النووية التي صنعتها أساسا من قبل عشرات السنين. هناك قنبلة نووية في بيروت في جنوب لبنان، وهناك قنبلة نووية الآن صنعت في اليمن، وهناك قنابل نووية في العراق، وهناك قنابل نووية في سوريا. هذه هي القنابل النووية التي ينبغي مواجهتها. كذلك الصواريخ البالستية، أنا أعتقد أن إثارة مسألة الصواريخ البالستية في يد جماعة إرهابية يمكن للسعودية أيضا أن تثيرها، طب أستاذ لأنه محمد، نقاط يعني مهمة أشرت إليها، لكن ألا يمكن أن القاعدة تفيد إمكانية السعودية الصواريخ البالستية. نقاط مهمة أثرتها، لكن ألا يمكن أن تفيد السعودية أن تفهم هذا التصنيف على أنه إطلاق ليدها في المرحلة المقبلة لتقويض دور الحوثيين في اليمن؟ وهذا ما أريد أن أقوله، يعني السعودية، وعندما نقول أن هناك حربا متعثرة، أنا أتفق معك بأن يعني الهدف النهائي لم ينجز بعد من هذه الحرب التي أصبحت تراوح مكانها بين الكر والفر لعدة أسباب، منها ما يرجع إلى الداخل اليمني، منها ما يرجع إلى التحالف، منها ما يرجع إلى طبيعة الحرب و طول فترتها، لكن هذا ليس مجال شرح تعثر هذه الحرب. لكن بالمجمل السعودية يمكن أيضا أن تجد، وهي لديها بطبيعة الحال القرار 2216 من مجلس الأمن الذي ينص على وجوب انسحاب الحوثيين من المدن، وجوب تسليم الأسلحة، وجوب تمكين الحكومة اليمنية من إدارة الدولة. هذا القرار الأممي هو غطاء أخلاقي، وهو الذي شرعنا أصلا للحرب من الأمم المتحدة. وبالمقابل فإن هذه الخطوة التي بموجبها أعلن الحوثيون جماعة إرهابية، يمكن أيضا للسعودية الآن والحكومة اليمنية أن يقول للعالم بأننا نقاتل جماعة إرهابية. ينبغي من جانبين، الجانب الأول أن يكون هناك دعم دولي وغطاء دولي لهذه الحرب، ومن جانب آخر ينبغي كذلك أن يفهم أخلاقيا بأننا نحارب هذه الجماعة الإرهابية. أخي العزيز، هذه جماعة ينبغي لها، لا يمكن أبدا أن تؤمن بالحل السلمي إلا إذا هزمت عسكريا وشعرت بأنها عن طريق السلاح لا يمكن أن تنجز أهدافها. هنا يمكن أن تراوغ وأن تعود إلى مائدة المفاوضات. أما وهي ترى بأنها قوية وتتقدم على الأرض وأن الحلول العسكرية لم يتح لها الفرصة، فإنها ستستمر. أخي العزيز، نعم كنا على بعد 3 كيلومترات فقط من ميناء الحديدة، وكانت المعركة ينقصها ربما ساعات أو يوما واحدا لإتمامها، لكن المجتمع الدولي تدخل من أجل إيقاف القوات على مشارف مدينة الحديدة بحكم أن المأساة الإنسانية ستتفاقم وأن المجاعة ستزيد. وظهر لنا من يقولون يتحدثون عن المجاعة هي نعم الأكبر في العالم في هذا القرن وما إلى ذلك. كل ذلك هذه الأصوات الإنسانية في ظاهرها هي أصوات من أجل إيقاف المعركة لأهداف سياسية. الآن نحن نقاتل جماعة إرهابية، وعلى العالم في تصوري أن نتصرف على هذا الأساس. طيب، بأقل من دقيقتين سيد محمد، كيف يمكن أن تتصرف طهران في هذه المرحلة، خصوصا وأن يبدو أن الأوروبيين يقفزون من قارب الملف النووي، الاتفاق النووي مع الدول الكبرى؟ كيف يمكن أن تتصرف طهران في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بعلاقتها مع أمريكا؟ هذه الخطوة وغيرها من الخطوات لن تزيدهم إلا إصرارا على برامجهم، معذرة، ولذلك شغلت السؤال فيهم موجه الأخيرة. إلى السيد ماجد، معذرة إلى السيد ماجد. نعم أستاذ جهاد، كما ذكر المرشد الأعلى سيد علي خامنئي بأن هذه القرارات الدولية والضغط الدولي والأمريكي لا يثنينا عن مواصلة طريقنا في الحصول على يعني خلينا نقول، وليس السلاح النووي طبعا، السلاح السلمي أو
فهم يؤكدون دائما بأن طبعا عبر المرشد الأعلى هو الذي يحكم حقيقة وهو الذي يقرر. وعندما نرى بأن جواد ظريف يتكلم عن مثلا الملف النووي لا نعم يستطيع أن يتكلم بدون مراجعة قرارات المرشد، والمرشد يؤكد بأن نحن لا نتخلى عن الحصول على السلاح النووي السلمي، وكذلك هذه القرارات لا تؤثر ولا تثنينا عن هذا الطريق. ماجد العباسي الإعلامي الإيراني، كنت معنا من لندن عبر خدمة سكايب، أشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول للسيد محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، وكان معنا أيضا من لندن. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حراسة الله.